الناس الكل، مرحبا بكم في حدوك اليوم بيتين. اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. اقعدوا معايا بشوفوا شنية مخبطلكم الأبراج. ونبدأ ببرج الحمل. نقولوا ما زالت الحظوظ تدعم تطلعاتك وتوجهاتك، تحقق أمنية وترتقي بروحك. علاقتك بالشريك علاقة طيبة وما تخليش الضغوطات القديمة تأثر على صحتك. برج الثور، كون أكثر استقلالية على الصعيد المهني، حاول باش تكون معامل على روحك أكثر. العاطفة والحب مرة الفوق مرة لوتا، وكما يقولوا حلو مر حتى يتعدى العمر. برج الجوزاء، فما مفاجأة في العمل في صورة ترقية وإلا زيادة مالية تدفعك باش تطور من روحك أكثر. العاطفة، فما غرام وعشق وحب كبير وشريكك يتعلق بيك أكثر وأكثر. برج السرطان، فما شوية ضغوطات ما هي إلا تراكمات قديمة ما عندها حتى تأثير لا على محيطك المهني ولا العاطفي، وصحيا تتجاوز هذا الكل براحة تامة. برج الأسد، لازم تخمم مليح قبل ما تاخذ أي قرار، خاصة فيما يخص توقيع عقود، انتبه للتفاصيل. العاطفة، شريكك في حاجة ليك، حاول تقرب له أكثر وتحتويه وهذا يعود عليكم زوز بالفايدة. برج العذراء، نهار النجاح والاستثمارات الناجحة زادة، تتعامل مع الأمور بفن وإريحية وليونة وراحة بالك هي الكل في الكل. برج الميزان، لازم تقدم خطوة لقدام بخطة مدروسة وقريان حساب كبير. وضعك المادي في تحسن، أحلامك قاعدة تكبر وتكبر، أعرف كيفاش تتصرف واللي عند ربي ماهوش بعيد. برج العقرب، نجم تكون الخدمة متعبتك شوية، خذ راحة أما ما تفقدش العزم، عندك مسؤوليات في انتظارك. العاطفة، تعيش في جو من الراحة والاطمئنان يخليوك عندك ثقة في روحك أكثر. القوس، تتحسن علاقتك المهنية مع زملائك وتوسع في دائرة معارفك من أهل الخبرة اللي باش يدعموك برشا. برج الجدي، يتحسن وضعك المهني وتزيد لك مهام جديدة وانتي ما شاء الله عليك تحب المسؤولية والتحدي. العاطفة، خلي القدر يلعب لعبته، ما هو إلا يجي نهار وتلقى اللي تلوج عليه، أما تو تلهي بروحك وبصحتك هذه الفايدة. برج الدلو، فما تغيرات إيجابية على جميع الأصعدة تخليك في نشاط وحيوية وتفاؤل. نوفي وبرج الحوت، حافظ على علاقاتك الإنسانية في محيطك وبين الناس اللي دايرين بيك، ما تعرش على الدنيا ولا تاج يحتاج. كانت هذه حظك اليوم لليوم برعاية تونيزيا سيرفي. إن فكركم اللي أي شركة تحب على استبيان رقمي تتصل بتونيزيا سيرفي، وإن شاء الله ديما مزهرين. باي باي.